طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الماضي كنا نتكلم عن أفعال العباد، وذكرنا الخلاف بيننا وبين المعتزلة وبيننا وبين الجبرية في المسألة، ووقفنا في صفحة 103 عند مسألة المتولدات. هذه المسألة أشرحها باختصار، لا حاجة أن نقرأها من الكتاب. هي مبنية على مسألة خلق أفعال العباد، يعني العبد إذا مثلا رمى سهما، فهذه الحركة في يده، حركة رمي السهم، من يخلقها؟ عندنا الله تعالى. عند المعتزلة العبد نفسه يخلق حركة يده. لماذا هم يعني أرادوا أن يقولوا بهذا، أنه نحن نخلق أفعالنا؟ حتى يفروا من الجبر، أنه لو كان الله تعالى هو الذي يخلق لي الفعل فأنا عبد ضعيف، لا أستطيع أن أمنع مخلوق الله تعالى. الله يخلق في يدي حركة لا أستطيع أمنعها، فكيف يحاسبني عليها بعد ذلك؟ فقالوا هذا جبر، لذلك قالوا نحن نخلق أفعالنا. نحن قلنا ليس جبرا، لأن الله يخلقها بإرادتي، يعني أنا أريد الله يخلق. رتب الله تعالى بفضله، طبعا هذا رتب الله تعالى خلقه لأفعالنا على إرادتنا لهذه الأفعال، وتكلمنا في الدرس الماضي في هذا. فالآن طيب، أنا حركت يدي، هذه الحركة عندنا مخلوقة من الله، عند المعتزلة مخلوقة من العبد، حركة اليد. طيب رميت السهم، الآن الحركة في السهم من خلقها؟ عندنا الله تعالى. طيب السهم وصل إلى إنسان فجرحه، هذا الجرح في الجلد واللحم، يعني تقطيع الجلد واللحم، من خلقه؟ عندنا الله تعالى أيضا. طيب صار مرض، التهاب مثلا، من خلق هذا المرض وهذا الألم؟ الله تعالى. ثم صار موت، من خلقه؟ الله تعالى. عندنا كله مخلوق لله تعالى. الآن عندهم المعتزلة، هم فروا من أن يقولوا إنه حركة اليد مخلوقة من الله، فروا من الجبر، إنه لو قلنا مخلوقة من الله سيكون جبرا، سأكون مجبور في تحريك يدي، هذا عند المعتزلة. طيب فقالوا أنا أخلق حركة يدي. طيب لكن الحركة في السهم، هم لا يستطيعون أن يقولون أنا أخلقها، لأنها ليست في محل قدرتي، أنا قدرتي في بدني، قدرتي لا تؤثر في الأجسام الأخرى، فهم لا يستطيعون، يعني وقعوا في إشكال، لا يستطيعون أن يقولوا العبد يخلقها حركة السهم، ثم الجرح في اللحم والجلد، ثم الالتهاب، ثم الموت في جسم آخر، لا يستطيعون أن يقولوا العبد يخلق هذه الأفعال. طيب فلو قالوا أن الله يخلقها، رجعوا إلى ما فروا منه، أن الله يخلق وأنا أحاسب، الله يخلق الموت في المضروب الذي رميت عليه السهم، الله خلق الموت فيه وأنا أحاسب على قتله، الله خلق الالتهاب في جسمه وأنا أحاسب عليه، يعني رجعوا إلى ما فروا منه، فلذلك وقعوا في إشكال الآن، أنه في أفعالنا المباشرة في يدي قالوا هم تخلصوا من المشكلة أنا أخلقها، لكن فيما يترتب بعدها لا يستطيعون أن يقولون أنا أخلقها، لا يستطيعون يقولون الله يخلقها، لأنه إقرار بما فروا منه. فقالوا بالتولد، وهو أنني أنا أخلق فعلي الأول حركة يدي، ومن هذه الحركة يتولد، يعني بطريق بالإيجاب عند الفلاسفة، يعني بلا إرادة بلا اختيار، إنه حركة اليد يتولد منها، يعني يصدر منها، يخلق منها بلا إرادة منها حركة السهم، وحركة السهم يتولد منها، يعني يصدر منها بلا إرادة الجرح، والجرح يصدر منه مرض والتهاب، والالتهاب يصدر منه موت. فقالوا هذه الخمسة تقريبا التي يعني رتبناها، هذه الخمسة أفعال ليست مخلوقة، عند المعتزلة ليست مخلوقة من الله، وليست مخلوقة من العبد مباشرة، وإنما مخلوقة من العبد بالواسطة،
يعني العبد خلق فعله، ومن هذا الفعل خلق يعني بالتولد بلا إرادة بلا اختيار، من حركة اليد ولد حركة السهم، من حركة السهم ولد حركة قطع الجلد واللحم الجرح، منه خلق التهاب، منه خلق موت. فهذه الأفعال ليست مخلوقة لله وليست مخلوقة للعبد بالمباشرة، لكنها مخلوقة للعبد بالواسطة عند المعتزلة. نعم. واستدلوا على ذلك بأن يعني نفس ما قلنا، أنه أنت ممكن مثلا ترمي السهم اليوم، أو عفوا يعني هم استدلوا كما أنا شرحت لكم أنهم لا يريدون أن يصير العبد مجبورا. نحن استدللنا عليهم الآن، أنه قد أرمي السهم اليوم وقد يموت العبد بهذه الرمية بعد شهر، لأنه أنا أرمي السهم الآن بعد مثلا ثانيتين يصل إليه، بعد مثلا ساعة يبدأ الالتهاب، بعد شهر يموت. طيب أنا رميت السهم ومت، فهذه الأفعال قالوا أنا أخلقها بالواسطة وأنا غير موجود في الدنيا، فكيف يعني تتصورون خالقا يخلق؟ نعم بالواسطة ليس مباشرة، لكن هو الذي يخلق، ولكنه عدم الآن ميت. هذا من أدلتنا في إبطال يعني قولهم بالتولد. ونحن نستدل أصلا بأصل المسألة أن العبد ليس له قدرة خلق، بالمباشرة لا يستطيع أن يخلق، فكيف بالواسطة؟ من باب أولى. يعني إذا أنت لا تستطيع أن تخلق في جسمك مباشرة، فكيف أنت تخلق شيء يخلق منه شيء يخلق منه شيء؟ هذا أصعب في الخلق. الخلق المباشر تمام، لكن أنت يجب أن تخلق شيئا وتخلقه بكيفية ليصدر منه مخلوق آخر، هذا أصعب. فنحن أصلا كما درسنا في الدرس الماضي، نحن نمنع أن يكون العبد خالقا من أصله، وقلنا ليس للعبد قدرة تخليق من أصلها. أزيد، ربما نحن لم نتوسع في الدرس الماضي في بعض التفاصيل، نقول المعتزلة قالوا العبد له قدرة أن يخلق أفعاله. من أين حصل على هذه القدرة؟ من الله. الله تعالى أعطى العبد، عند المعتزلة الله تعالى أعطى العبد قدرة لأن يخلق فقط أفعاله. طيب قدرة الخلق هذه أصلا لله تعالى، من أوصاف الله أنه يقدر أن يخلق، لكنهم قالوا الله تعالى أعطى العبد قدرة خلق لكن خاصة بأفعاله. هذا هو الواقع عندهم، في الواقع أن الله أعطانا قدرة أن نخلق أفعالا، لكن أنا أسألهم عقلا، إذا جاز أن يعطيك الله قدرة لتخلق أفعالك، فما المانع عقلا أن يعطيك قدرة لتخلق شيء أعظم من أفعالك؟ لأنه أصلا هذه الصفة لله ليست لك، العبد في نفسه لا يستطيع أن يخلق شيئا، حتى المعتزلة هكذا يقولون، العبد نفسه لا يستطيع أن يخلق شيئا، الله أعطى قدرة الخلق وهذه أصلا من صفات الله. طيب فإذا جاز أن يعطيك الله شيئا من صفاته لكن بمقدار محدد، فهل يجوز عقلا إذا هذا جائز هل يجوز أن يزيده لك؟ هل يجوز عقلا أو لا يجوز؟ يجوز، ما المانع؟ إذا كان الأول جائزا طبعا، نحن نمنع الأول أنه الله يعطينا شيء من صفاته مستحيل، لكن على منطق المعتزلة أنه الله مكنك، الله أعطاك قدرة لتخلق فقط الأفعال، طيب ما المانع أن يعطيك قدرة لتخلق الأفعال وشيء آخر؟ لا مانع، إذا جاز الأول جاز الثاني. نعم. يعني كما أنا إذا أعطيك مثلا 10 ليرة وهذا جائز، إذن يجوز أن أعطيك 100 ليرة، يجوز أن أعطيك 1,000,000 ليرة. نعم. ربما يمتنع في الواقع بسبب أنه أنا الآن لا أملك 1,000,000 ليرة، ولكن إذا جاز أن يعطي إنسان لإنسان 100 ليرة فما المانع أن يعطيه 1,000 عقلا؟ ما المانع أن يعطيها 1,000,000؟ لا فرق في العقل. إذن على مذهب المعتزلة يمكن أن يعطيك الله، يمكن عقلا، في الواقع غير موجود عندهم،
لكن يمكن عقلا نحن نلزمهم بهذا أنه يمكن أن يعطيك الله قدرة لتخلق بها الأجسام، يمكن يعطيك الله قدرة تخلق بها السماوات والأرض، يمكن الله يعطيك قدرة لتخلق العالم، وهذا لا يستطيع يعني مسلم أن ينطق به. فمذهبهم هم لا يصرحون بهذا، لكن نقول هذا يلزمهم، هذا يلزم على مذهبهم، فلذلك يلزم على مذهبهم هذه الشناعة، هذا يعني الرأي القبيح، هذا الرأي الفاسد الذي لا يتجرأ مسلم أن ينطق به. لذلك القشيري له قصيدة فيها يعني عقائد، يقول فيها: وقدرتنا لئن صلحت لخلق، إذا قدرتنا كانت صالحة لأن تخلق شيئا ولو بسيطا، وحاولنا الجواهر، يعني حاولنا أن نخلق الجواهر والأجسام، ما استحال، لا يستحي، ما دام قدرتي تصلح أن تخلق. يصبح الفرق الآن هل وقع أو لم يقع، لكن صرت قادرا أن تخلق شيء بسيط، إذا عقلا يجوز أن تخلق أكبر منه، يجوز أن تخلق أكبر، وهكذا. طيب، هذه هي مسألة التولد كما قلنا. المعتزلة يستدلون علينا في هذه المسألة بأنه لو كان كما شرحنا، أنا أرمي السهم، أحرك يدي، يصبح حركة في السهم، يصبح جرح، يصبح مرض، يصبح موت. فقال المعتزلة: إذا لم يكن الموت مفعولا من العبد، مخلوقا من العبد، فلماذا يحاسب عليه؟ يعني أنت رميت السهم، لكن حركة السهم أنا لم أفعلها، ولا حركة، ولا الجرح، ولا الالتهاب، ولا الموت. فقال المعتزلة لنا، لأهل السنة: إذا لا تقبلون مذهبنا التولد، إذا لا تقبلون هذا، فلماذا يحاسب العبد عندكم على قتل الناس بالسهم مثلا؟ وأنا رميت سهما، هذا فعلي، أما حركة السهم والالتهاب والجرح والموت لم أفعله. نحن قلنا: نعم، أنت لم تفعله ولم تكسبه حتى. وهنا الإشكال، وفي أفعالنا المباشرة، يعني حركة الصلاة مثلا، حركة الجسم يصلي، هذه الأفعال أنا لم أخلقها لكني كسبتها، اكتسبتها. فلذلك يعني مذهب أهل السنة يبقى هنا أمره سهل، أنا لم أخلق هذه الأفعال لكني كسبتها، فالله يحاسبني على الكسب ليس على الخلق. أنت كسبت الصلاة فتأخذ الثواب، أنت كسبت السرقة فتأخذ عقاب. لكن هذه الأفعال التولد التي نتكلم عنها، هذا في جسم آخر، فأنا لا خلقته على مذهب أهل السنة ولا كسبته أيضا، لأنه ليس في جسمي، كيف أكسب شيئا ليس في جسمي؟ فلماذا تحاسب عليه إذن؟ نقول: نعم، أنت لا خلقته ولا كسبته، ولكنك تحاسب عليه لأنك استجلبته، يعني طلبت جلبه، طلبت وقوعه في العالم، استجلبته. يعني الله تعالى رتب هذه الأفعال على فعلنا، يعني الله تعالى هو الذي يخلق حركة السهم، لكنه لا يخلق حركة السهم ابتداء، وإن كان قادرا على ذلك، ولكن حتى يعني تنظيم حياتنا، حتى ينظم الله حياتنا، الله قال: أنا لن أخلق حركة السهم إلا إذا أنتم حركتم أيديكم، يعني كسبتم الحركة. فأنت أيها العبد إذا حركت يدك وأنت ممسك بالسهم ثم يعني تركت بالإصبعين، قال الله: أنا أخلق حركة السهم. فحركة السهم ليست بخلقي أنا العبد ولا بكسبي صح، ولكنها مرتبة على كسبي، ما كان الله ليفعلها لولا أنني كسبت مقدمتها. فأنت تحاسب عليه لاستجلابك ذلك. الموت في فلان ما كان الله ليميته إلا بعد الالتهاب، وما كان الله ليخلق له الالتهاب إلا بالجرح، وما كان الله ليخلق له الجرح إلا بالسهم، وما كان الله ليخلق حركة السهم إلا إذا أنت اكتسبت بإرادتك حركة اليد. فكل مرتب على كسبك، فأنت تحاسب على هذه الأمور، يعني ليس على عين الفعل، عين الفعل لا أنت خلقته ولا أنت كسبته،
ولكنك تحاسب على أنك كنت سبباً في أن الله يخلقه. أنت استجلبته، يعني كأنك طلبت من الله أن يخلقه لكن لم تطلبه بلسان القول، وإنما طلبته بأنك اكتسبت السبب له. يعني كالنار والإحراق مثلا، يعني مذهب أهل السنة أن النار نفسها لا تحرق بنفسها، النار نفسها لا ليست هي التي تخلق الحريق، وإنما الله الذي يخلق الحريق، يخلق النار ويخلق الحريق. لكن أجرى الله العادة، نظام العالم، عندما تشتعل النار يخلق حريق. الله قادر يخلق حريق بدون نار، ويخلق نار بدون حريق، قادر على الأمرين، وهذا حصل في الواقع، لكن ليس في العادة، في خوارق العادة، لأن نظام العادة الارتباط بينهما، لكن في خوارق العادة مثل نار سيدنا إبراهيم، خلق الله نار ما خلق إحراق. العكس مثل الشبع والطعام، يعني الله خلق شبع لسيدنا محمد بدون طعام عندما كان يواصل في الصيام ويقول إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يعني بدون أن أكل طعام أنا أشبع. فيعني في قصة سيدنا إبراهيم الله خلق السبب ولم يخلق النتيجة، في القصة سيدنا محمد عليه السلام الله خلق النتيجة الشبع بدون السبب الطعام. هذا لكن خوارق العادة، هذا مخالف للعادة. لكن في العادة أجرى الله العادة بأن يخلق الأول ويخلق الثاني معه، يخلق نار يخلق إحراق، يخلق طعام يخلق شبع، أجرى الله العادة بهذا الترتيب بينهما. الآن أنا أقول مثلا أنا أشعل النار، أرمي النار في الغرفة لا سمح الله وأخرج فتحترق الغرفة، ثم آتي وأناقش على عقيدة أهل السنة، أقول أنا ما خلقت الحريق، هذا بخلق الله ليس بخلقي. صحيح، هو بخلق الله ليس بخلقك، ولكن كما قلنا الله رتب هذه الأمور، أنه ما يخلق الحريق إلا إذا النار موجودة. ومن الذي يعني اكتسب إشعال النار؟ أنت أيضا، أنت لم تخلق النار لكن اكتسبتها. نعم، كما قلنا في الدرس الماضي أنت تريد الله يخلق، أنا أردت إشعال النار الله خلق نار، وبناء على ذلك خلق حريق. فالفعلين أو الأمرين ليس مخلوقين لي، لا النار أنا خلقتها ولا الإحراق أنا خلقته، لكن أنا أردت إشعال النار. أجرى الله العادة بهذا الترتيب، إذا أنت تريد الأفعال الاختيارية، إذا أنت تريد الله يخلق الألف ثم يخلق به، فكنت أنت سبباً في خلق الله له. هل الله تعالى يعني حاشا مجبور على هذا الترتيب؟ طبعاً لا، الله يعني ليس مجبور على هذا الترتيب، أنه أنا أريد هو يخلق ثم يخلق، يعني يخلق السبب يخلق النتيجة. لكن كما قلت لأننا في امتحان، لأننا في اختبار، لأنه أعطاني اختيار ترجيح بين الأشياء، الحكمة أنه يحقق لي اختياري، قال أنا جعلتك مختار، الحكمة الآن أن يجعلني مختار حقيقة. كيف يجعلني مختار حقيقة؟ بهذا الترتيب، أنه أنت إذا تريد أنا أخلق لك ما تريد، إذا تريد ألف سأخلق ألف، إذا تريد باء سأخلق باء، هذا تحقيق لاختيار العبد. وإلا ما الفائدة إذا أنا أريد ألف وهو لا يخلق ألف يخلق باء؟ إذن أنا مختار في الظاهر فقط، لست مختار حقيقة. لذلك من أجل أن يبين الله لنا أنه ليس مجبور على هذا الترتيب، هناك أفعال أخرى، أفعال اضطرارية ما رتبها الله بهذا الترتيب، ليبين لنا أن الأمر بيده وليس بيدنا. يعني قال في أفعالكم الاختيارية، قال الله أنا أرتب، أنا أخلق إذا أنت تريد، أنت تريد أنا أخلق. فقد يظن ظان جاهل أن هذا الترتيب مجبور الله عليه، حاشا، نقول لا، والله بيّن لنا أنه ليس مجبور. كيف؟ في الأفعال الاضطرارية، مثلا الإنسان يمرض يذهب إلى الطبيب إلى المستشفى، يريد الإنسان أن قلبه أن ينبض أكثر، لكن الله قلنا قبل قليل أنت تريد الله يخلق،
طيب أنا أريد قلبي ينبض، إذن الله يخلق النبض؟ لا، الله يوقفه ويموت العبد هذا، لكن اضطراري لا نحاسب عليه. نعم، إنه لماذا أنا عشت 60 سنة ما عشت 61؟ هذا اضطراري لا نحاسب عليه. نعم، مثلا أنا أمشي في تجارة وأريد أن أربح منها. نعم، طيب حسب القاعدة التي قلناها أنا أريد، الله يخلق، أنا أريد أن أربح، إذن الله يخلق الربح؟ لا، الله يخلق خسارهم. نعم، لا، وهذا أيضا لا تحاسب عليه، يعني لماذا لم تربح، لماذا ربحت، لا تحاسب، أنت تحاسب على الطريق، يعني هل طريق المال، طريق الربح حلال أو حرام، لكن لا تحاسب هل فعلا ربحت أو ما ربحت، هذا بيد الله ليس بيدنا. يعني الرزق، أنه أنا أريد رزقي يكون نصف مليون دولار، لكن الله تعالى أعطاني مثلا 1000 ليرة، فأنا أريد، الله ما خلق حسب إرادتي، هذا كما قلنا ليبين الله أنه ليس مجبورا على هذا الترتيب الذي ذكرنا. إذن هذا الترتيب فقط خاص بالأفعال الاختيارية، الله فعل هذا الترتيب بفضله، بفضله متفضلا علينا ليحقق لنا الاختيار، وأنت ماذا تريد أنا أخلق لتكون مختارا. نعم، طيب، عند المعتزل. نعم، بالواسطة عند المعتزل. طيب، نحن تكلمنا في الإرادة الكلية والإرادة الجزئية في الدرس الماضي. نعم، تمام. طيب، الآن ننتقل للمسألة التي بعدها. يقول: فصل في أن المقتول ميت بأجله. قال: المقتول ميت بأجله عند أهل السنة والجماعة، لأن الأجل اسم لمدة ضربت لانقضاء عمره، وقد انقضى عمره في هذا الزمان فعلم أنه أجله. عند أهل السنة أن من مات بالقتل مقتول، قال فقد انقضى أجله، تم أجله، استوفى أجله، أخذ أجله كاملا، الأجل المقدر من الله له قد أخذه كاملا. المعتزلة هنا أيضا وقعوا في نفس المشكلة، إنه نفس المنطق، هم فروا أن يقولوا الله خلق فعلي وأنا عبد ضعيف لا أستطيع أن أمنع المخلوق من الله، إذن أنا سأكون مجبور، فهم قالوا العبد يخلق فعله. طيب، جاءوا لمسألة القتل. طيب، إذا قلنا أنا قتلت إنسانا لا سمح الله، قتلت إنسانا وعمره 30 سنة، كم قدر الله له في الأزل، كم قدر له من الأجل؟ إذا قلنا 30 سنة، أنا لا أستطيع أن أغير قدر الله، إذن أنا لما قتلته لم يعني أفعل شيئا مني ابتداء، هذا شيء مقدر قبل أن أخلق من الأزل. قالوا إذن أنا مجبور على قتله، لأنك أنت مجبور أن تكون يعني تحت القدر. فالمعتزلة بنفس المنطق، يعني هم يريدون أن يفروا من أن يكون العبد مجبورا. فإذا أنت قتلته على عمر 30 وقبل أن تخلق من الأزل الله قدر له 30، إذن هو سيموت على كل حال، قتلته أو ما قتلته، حتى لو أنت لا تريد أن تقتله الله كتب أنك تقتله. لذلك هم فروا من هذا، قالوا المقتول ليس ميتا بأجله، هو أجله أطول من هذا، والقاتل قطع عليه الأجل، إنه الله كتب لفلان مثلا 60 سنة ثم أنت جئت قطعتها على 30 فقتلته. هذا بعض المعتزلة هكذا قال، إنه الله كتب له أجلا للمقتول، كتب الله للمقتول أجلا أطول من وقت موته، فجاء القاتل فقطع عليه هذا الأجل وأنقصه، يعني قتله، لذلك يصبح العبد ليس مجبور عندهم، أنه العبد ليس مجبور على القتل، لأنه أصلاً المكتوب أن يعيش أكثر، المكتوب أنه هذا العبد يعيش أكثر من 30، فأنت الذي قطعت إلى 30. هذا رأي بعض المعتزلة. بعضهم قال لا، الله أجل له
قدر له أجلين للمقتول، 30 أو 60. فجاء العبد فرجح أحدهما فاختار 30 فقتله. لو أنت ما اخترت 30 لبقي إلى 60. يعني أيضا هو يريد، يعني بعضهم بهذه الطريقة يريدون يفروا من الجبر، إنه ليس الله الذي كتب 30 ونقطة انتهى، يعني لا أستطيع أغيرها. لا، الله كتب أجلين 60 أو 30، وأنا الذي رجحت واحدا منهما. هذا عند المعتزلة أيضا. أما عندنا نحن أهل السنة لا نقبل لا الأول ولا الثاني، بل نقول إن الله كتب له الأجل الذي قتل فيه، يعني قتلته على 30، الله كتب له 30 من الأزل. طيب، إذن أنا مجبور، المعتزلة يقولون. نقول لا، لأن الله كتبه بحسب علمه بفعلك. فالله علم، يعني كتب ذلك وأراد ذلك. الله أراد أن يموت هذا المقتول وعمره 30، الله أراد ذلك من الأزل قبل أن يخلقنا. طيب، أراد أن يموت هذا الرجل على 30، إذن القاتل ماذا فعل؟ نقول الله أراد أن يموت فلان على 30. لماذا الله أراد ذلك؟ لأنه علم أن قاتلا يقتله على 30. فإرادة الله تابعة لعلمه، وعلم الله كاشف عن المعلوم على ما هو به، على واقعه. فأنت في الواقع تقتل عمرك 30 سنة من فلان، تقتل. نعم، الله علم ذلك فأراد، كما قلنا قبل قليل، تحقيق اختيار العبد، أراد أن يتحقق ذلك. فإذا الله كتبه وأراده، لكن هذا لم يجبر القاتل، لأن الله أراده بحسب علمه بفعل القاتل. نعم، نعم، بحسب ما سيختاره العبد. يعني نحن دائما نضرب مثال، أن مثلا أنا أعطيك امتحان، لا أدري في الدرس الماضي هل قلنا هذا أو لا، لا أظن. أنا أعطيك الامتحان، ثم مثلا الامتحان شفوي، يعني ليس بالكتاب، فأنا أقول لك السؤال كذا وكذا، عندك 3 أجوبة ألف باء جيم، ماذا تريد؟ تريد باء، أنت تقول باء، تمام. وأنا أريد، أنا الأستاذ، أنا أريد أن يكون اختيارك باء أيضا، لأنك اخترت باء، فأنا أريد أن أسجل لك ما اخترته، فأنت اخترت باء، أنا أريد أيضا باء، وأنا أكتب باء على الورق، الورقة أمامي أنا. السؤال الثاني، ماذا تريد؟ أعطيك السؤال ألف باء جيم، ماذا تريد؟ جيم، وأنا أريد أن أعطيك جيم وأسجل لك جيم. السؤال الثالث كذا وكذا، ألف باء جيم، ماذا تريد؟ أريد ألف الآن، وأنا الأستاذ أريد أعطيك ألف وسأكتب لك ألف. يعني ماذا أنت تريد؟ أنا أردت موافق لك حتى أعطيك الاختيار، لأنك لو أنت تريد باء في السؤال الأول وأنا أكتب لك ألف، يا أستاذ أنت تجبرنا على تغيير إجاباتنا، هذا ليس امتحان. إذا أنت الطالب تريد ألف، عفوا باء، وأنا أكتب لك ألف، تقول هذا ليس امتحان حقيقي، هذه صورة امتحان، لكن في الحقيقة الأستاذ يكتب الأشياء التي يريدها. لكن لا، حتى يكون امتحان حقيقي أنا جعلت إرادتي موافقة لإرادتك. فأنت تريد في الأول ألف، عفوا باء، وضعت لك باء، في الثاني جيم، وضعت لك جيم، في الثالث ألف، وضعت لك ألف. أنت تريد كذا، أنا أريد مثلك، وأسجل أنا الذي أسجل لك ذلك. ثم جئت لهذه الأجوبة وقلت لك هذا غلط، هذا غلط، هذا غلط، 0، أو صح 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 100. يعني ننظر في النتيجة ونحاسبك عليه. هل أنت الذي كتبت ذلك؟ لا، أنا الأستاذ كتبته وبإرادتي كتبته، ما كنت مجبور، لكن بناء على علمي بإرادتك كنت أسألك ماذا تريد؟ باء. يعني أنا أعلم الآن أنك تريد باء، فأريد بحسب علمي بإرادتك. الفرق فقط الآن أنه نحن علمنا حادث،
علمنا متأخر عن الواقع، يعني أنا أنتظر، أنت ماذا تريد؟ أبقى أنتظر. نعم، فأنت تنطق تقول أريد با، فالآن أنا علمت إرادتك، فقلت أنا أيضا أريد با، نكتب له با. في حق الله، الله تعالى علمه ليس حادث، علمه من الأزل، لا ينتظر، يعني لا يقول أنتظر حاشا حتى أخلق الناس فأعلم ماذا يريدون، هو من الأزل يعلم، يقول أنا أعلم كل شيء، يعلم أن فلان يختار ألف، فلان يختار باء، فلان يختار جيم، فلان يختار الكفر، فلان يختار الإيمان، فلان يختار الطاعة، فلان يختار المعصية. فقال أيضا كما في مثالنا الذي ذكرنا، قال الله من الأزل علم كل شيء، علم اختيار العباد، وقال أنا أريد فلان ألف فلان باء، أنا أريد فلان مؤمن فلان كافر، أنا أريد فلان مطيع فلان عاصي، وكتب ذلك، يعني أمر القلم أن يكتب. إذا يعني فهمنا في المثال نفهمه في حق الله، فقط المشكلة يعني في الناس أنه في حق الله هذا قبل أن يخلقنا، تمام، لأن الله لا ينتظر، يعلم من الأزل، يعلم الأشياء قبل وقوعها، هذا الفرق فقط. نعم، وقلنا هذا ليس مجبورا، لأنه في بعض الأفعال الاضطرارية لم يرتبها، قال أنت تريد شيء أنا أريد شيء آخر في الأفعال الاضطرارية، نعم، ليبين لنا أنه ليس مجبور على هذا الترتيب، لكن في الأفعال الاختيارية فقط هذا بفضله أعطانا اختيار، لذلك قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني لو أراد الله يغير كل هذا النظام ويفعل كل أفعالنا اضطرارية يجوز عقله، لو أراد الله يخلقنا مثل الجمادات كل أفعالنا اضطرارية ممكن، لكن شاء الله أن نشاء، شاء الله يعطينا مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا، يعني ما كنتم تستطيعون الاختيار لولا أن الله أراد يعطيكم اختيار ويحقق لكم الاختيار. نعم، طيب، يقول ولأن من قال بأن الله تعالى جعل له أجلا آخر مع علمه أنه لا يعيش إلى ذلك الزمان، أو قال بأنه جعل أجله أحد الزمانين، هذا مذهبين عند المعتزلة كما شرحنا، أن بعضهم قال أنه مثلا القاتل قتل الرجل على 30، المعتزلة قالوا بعضهم أن الله كتب له أكثر من 30 والقاتل قطعها، هناك فريق آخر من المعتزلة قالوا الله كتب أجلين، كتب 30 و35 مثلا، والقاتل اختار بينهما. فالآن هو يرد على الفريقين، يقول ولأن من قال بأن الله تعالى جعل له للمقتول يعني أجلا آخر غير الوقت الذي قتل فيه مع علمه، مع علم الله أنه لا يعيش إلى ذلك الزمن، إنه الله كتب له 60، أو قال بأنه جعل أجله أحد الزمانين، يعني أنه الله كتب له 30 أو 60، فقد نسب الله تعالى إلى الجهل بعواقب الأمور، نقول هذا نسبة الله إلى الجهل، أنه الله يكتب له 60 وهو يعلم بأنه سيقتل على 30، هذا إما جهل أو عبث، لأنه ممكن واحد يقول هو ليس جهلا، هو يعلم يقينا قطعا أنه يموت على 30، طب فلماذا كتب له 60؟ هذا لا حكمة فيه أبدا. نعم، أو جعل فعل القاتل إعجازا لله تعالى عن إبقاء المقتول إلى انقضاء مدة جعلها الله أجلا له، مكتوب بالكتاب إجلالا له، خطأ، عن إبقاء المقتول إلى انقضاء مدة جعلها الله تعالى أجلا له، وكلاهما كفر. نعم، يقول أنهم يعني جعلوا يعني فعل الله إما جهلا أو عبثا، أو جعلوا فعل القاتل إعجازا لله تعالى، تعجيز يعني لله تعالى، إن الله كتب له 60 ولكن القاتل سيمنع من تحقيق إرادة الله،
من تحقيق ما كتبه الله، من تحقيق قدر الله. الله قدر شيء والقاتل سيبطل هذا القدر. نعم، هذا الثاني يعني قوي. نعم، يعني ما ورد في الأحاديث أن بعض الأفعال تزيد في الأجل، مثلا تزيد في العمر، تزيد في الرزق وما شابه ذلك، مثل الدعاء أو صلة الأرحام أو شيء مثل هذا. هذا يعني فيه اختلاف، أولا أنه هل هو زيادة حقيقية أو لا. نعم، فبعض ما يقول هو زيادة مجازية، يعني بركة في العمر، وليس زيادة حقيقة في العمر. هذا رأي. الرأي الثاني، هناك من يقول بأنه زيادة حقيقية، ولكن معنى أن صلة الرحم أو الدعاء مثلا يزيد في العمر أن الله تعالى قدر العمر بصورته الأطول، نعم، بحسب علمه بأن العبد يصل الرحم، ولولا أن العبد يصل الرحم لكان الله تعالى قد كتب له أجلا أقل، فليس هناك أجل أقل مكتوب أصلا، وأن الله زاده، لكن هو الله كتب هذا الأجل ابتداء، الأجل الطويل كتبه ابتداء، ولكن يقول يعني الله تعالى يقول أنا كتبته لأنني أعلم أنك تدعو وأنا أعلم أنك تصل الرحم، ولولا ذلك لكتبت لك أجلا أقل، فهذه لولا ذلك سميت زيادة. نعم، فهناك يعني لا يوجد يعني كتابة أولى وكتابة ثانية حتى يتغير حتى يزيد، ولكن سمي زيادة أنه أصلا الله أعطاك هذا العمر الطويل بسبب ذلك، بسبب صلة الرحم أو الدعاء، ولولا ذلك لكان أصلا قد قدر لك أجلا أقصر. نعم، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث، الرأي الثاني طبعا أقوى الآراء. الرأي الثالث، هناك من العلماء من يقول أنه الله يكتب له الأجلين، يعني يكتب أنه فلان يعيش 50 سنة إذا لم يصل رحمه، ويعيش 60 إذا وصل رحمه. فيأتي العبد فيصل الرحم فالله تعالى يعني يمده إلى 60، فكلاهما مكتوب، لكن هذا يختلف عن مسألتنا أنه ذاك القاتل قطع الأجل، هنا العبد وصل الرحم فالله قبل منه هذا العمل، فعند قبول هذا العمل هذا فعل الله، فالله تعالى يختار أحد الأجلين. يعني العبد دعا، لكن الله تعالى قد يجيب الدعاء بصور، قد يجيب الدعاء بصورة أنه ماذا أنت تطلب أنا أعطيك، أو الله أحيانا يجيب الدعاء بأن يرد مصيبة أكبر، أحيانا يجيب الدعاء بأن يعطيك ثواب في الآخرة. فمثلا الله كتب لي أجلين 50 60، 50 بدون دعاء، 60 مع دعاء، لكن أنا دعوت ودعوت ودعوت ومع ذلك مت على 50، طب أين 60؟ لأن الله مثلا أجاب هذا الدعاء بطريقة أخرى، أنه كان هناك مصيبة ستحل في أولادي، فأنا كنت أدعو لنفسي بطول العمر، لكن الله ما أجاب طول العمر، أجاب أنه رد مصيبة عن أولادي. إذن يبقى أنه الذي يختار من الأجلين الآن الله وليس أنا. فهناك فرق عن المعتزلة، لكن أقوى الآراء في المسألة هو الرأي الثاني، أنه لم يكتب أجلان أو أنه يعني هناك زيادة حقيقة، زيادة مجازية ليس معناها البركة أيضا، الازدياد مجازي، يعني كما قلنا أنه الله كتب لك الأجل الطويل فقط، لكن يقول لأنني أعلم أنك تصل الرحم، ولولا صلتك للرحم لكنت قد قدرت لك أجلا أقصر، فسميت صلة الرحم تزيد، هي لا تزيد الآن، لكن يعني أنه هي كانت يعني لها اعتبار في علم الله، لها اعتبار في تقدير الله. يعني مثل ما يأتي مثلا بلا تشبيه، يعني مدير شركة يأتي إليه موظفان، ف
يقول أنت تبدأ العمل في هذا الشهر، نعم، كم المعاش؟ يقول تأخذ مثلاً 2000 ليرة. الثاني تبدأ أيضاً في هذا الشهر تأخذ 2500، لأن كان هذا المدير الشركة مثلاً درس في السي في أن هذا الرجل له مثلاً أسرة كبيرة، هذا الرجل ما زال أعزب لم يتزوج، هذا عنده عائلة كبيرة، فهو راعى ذلك فقال هذا يأخذ 2000، هذا 2500. فالآن يعني بعد مثلاً سنة سنتين يأتي هذا الموظف يقول لماذا زدت في معاشي؟ أنا ما زدت في معاشك، أنت بدأت من البداية بالرقم الكبير، أنا ما بدأت أنت مثل صديقك 2000 2000 ثم زدتك 500، أنا من البداية أعطيت هذا 2000، أعطيت هذا 2500، لأنني أعلم الظروف العائلة التي يعيش فيها. فسميت زيادة مجازا، أنه كأنه يعني كان الأصل أخذ 2000 ولكن بسبب العائلة زادني إلى 2500، مع أنه هو ما زادني، هو من البداية قال معاشك 2500، يعني شيء مثل هذا. نعم. طيب، وقالت المعتزلة، طبعا في المؤلف يقول في آخر كلمة قلنا وكلاهما كفر، طبعا نحن لا نكفر المعتزلة بهذه المسائل، ولا هو حتى المؤلف يكفر، لا يكفرهم بهذا، لكن هذا يعني من باب التنفير والتخويف في الآراء، إنه الإلزام، يعني نقول أنتم قلتم بكذا وهذا الرأي يلزم عليه كذا ويلزم عليه كذا ويلزم عليه كذا وهذا الأخير كفر، يعني لبيان شناعة القول، كما قلت قبل قليل في مسألة أفعال العباد، المعتزلة قالوا الله أعطاني قدرة أخلق أفعالي، قلنا إذن عقلا يجوز يعطيني قدرة أخلق أجسام، إذن هذه لزوم، إذن يجوز يعطيني قدرة أخلق سماوات وأرض، إذن يجوز يعطيني قدرة أخلق العالم، وهذا كفر. يعني أترون مذهبكم إلى أين وصل بنا؟ طبعا هم لا يلتزمون هذه الإلزامات، لذلك لا نكفرهم، لكن هذا لتقبيح المذهب، لبيان الشناعة والفساد الذي في داخله، إنه لو فكرت ممكن أن يعني ترتب كذا وترتب كذا وترتب كذا وهذا كفر، لكن لا نقصد أنه يكفر الآن. العلماء يفرقون بين اللازم القريب واللازم البعيد، يعني أنت قلت بمذهب، هذا المذهب وله لازم المذهب، فيقولون إذا كان المذهب، طبعا هنا المذهب لا نقصد المذهب يعني كاملا، وإنما المذهب يعني في هذه المسألة، يعني ما تذهب إليه، يعني قولك رأيك، فالمذهب الذي أنت تقول به يلزم نتيجة لازمة له أن تقول بكذا وكذا، إذا كان اللزوم بلا واسطة بينهما هذا نسميه لزوم قريب، يسمى لزوم قريب. والعلماء يكفرون، يعني إذا كان أنت قلت بمذهب ونحن لا نحكم عليه بكفر أو إيمان، لكن يلزم منه مسألة ولزوم قريب بلا واسطة، نعم، وكان هذا اللازم كفر، فلما يقولون إذن قولك كفر، إذا كان اللازم قريب بلا واسطة وكان اللازم كفراً فيكفرون على القول الأول، نعم، لأنه يلزم منه الكفر، لكن كما قلت بشرط يكون اللازم قريب بلا واسطة، ثم بأن يكون يعني بأن لا يكون خفياً، أحيانا يكون اللازم قريب بلا واسطة ولكن دقيق جدا يخفى على العقول، فأيضا هذا نحترز، نقول لا نكفر إذا كان خفيا، أما إذا كان واضح يعد منكره مكابرا معاندا، يعني أقول أنت قلت بكذا يلزمك كذا بدون واسطة، هذا يعني لا أحتاج مقدمات، لا أحتاج استدلال، قولك بألف يلزم منه باء،
يقول لا لا يلزمني، والمسألة واضحة، يقول لا يلزمني، هذا معاند، هذا مكابر، فهذا يكفر. لكن إذا كان يعني يلزمك بلا واسطة ولكن المسألة دقيقة خفية، نعم، فلا نكفر. إذا كان يحتاج استدلال أيضا لا نكفر، مثل هنا نلازم المذهب ولازم المذهب بينهما واسطة، يعني أحتاج أرتب مقدمة بينهما، أقول أنت قلت بكذا ثم نأتي بمقدمة من الخارج وكذا، يعني حكمه كذا وكذا، إذن يلزمك كذا. فهنا ما دام هناك واسطة هذا لازم أذهب، مثلا هو كفر لكن لا نحكم على الأول بأنه كفر، لأن هذا نسميه لزوم بعيد، سأذكر، فهذا نسميه مثال لزوم بعيد. لا، هو قال يعني من قال بأن الله يعني كتب له أجلا أطول من أجله والقاتل قطع عليه الأجل، يقول فهذا يلزم منه أنه يصف الله بالجهل. يعني مذهب المعتزلة في مسألة المقتول والأجل يلزم منه الجهل، هذا مثال، نعم، مذهب المعتزلة أنه الله كتب أجل المقتول أطول من موته، فهو المؤلف ماذا قال؟ هذا يلزم منه الجهل، واحد. يلزم منه شيء آخر، قال أنه تعجيز الله تعالى. طيب هل هذا اللزوم قريب أو بعيد؟ بعيد، يعني يحتاج مقدمات. يعني لماذا إذا الله كتب له أجل أطول والقاتل قتله في 30، الله كتب 60، لماذا هذا يعني يلزم العجز في حق الله أو يلزم الجهل في حق الله؟ يحتاج استدلال، إذن بينهما واسط. هو يقول مؤلف وهو وكلاهما كفر، يعني وصف الله بالجهل وصف الله بالعجز كفر، نعم، هذا وصف الله بالجهل والعجز كفر، لكن هل نعود إلى الأول؟ يعني هنا المذهب ما هو؟ مسألة الأجل في المقتول، الأجل في المقتول على مذهب المعتزلة، ما هو اللازم منها؟ الجهل في حق الله أو العجز في حق الله، هذا كلاهما كفر. هل أحد من المسلمين يخالف؟ لا، كفر، متفقين. لكن هل هذا الحكم يعود إلى الأول؟ لا، لأنه لزوم بعيد. نعم، هذا لأن هناك واسطة بينهم، لكن مثلا الأول بلا واسطة مثلا فيلزم منه الشرك. يعني أنا أذكر مثال يعني على المسألتين، أنه واحد يقول الله تعالى جسم، نعم، فأقول له يلزم الحدوث، يلزم الحدوث، نعم، إذا كان الله تعالى جسم سيكون حادثا. يقول لماذا لا يلزم؟ الآن نحتاج نشرح له، فنقول الله تعالى حسب رأيك جسم، إذن سيكون مركب، سيكون مركب، لأن الجسم مركب من أجزاء، من جواهر، نعم، المركب يحتاج إلى مخصص، يعني له مخصص، نعم، يعني من ركبه بهذه الصورة ليس بصورة أخرى، من ركبه بهذه الطريقة ليس بطريقة أخرى، فالمخصص، المخصص متقدم على المخصص، إذن سيكون المخصص حادث. انظر كم يعني مقدمة بين هذه المسألة وهذه، احتجنا مثلا ثلاثة، نعم، فلذلك هذا كفر طبعا، لكن لا نكفر من يقول بأن الله جسم بهذه الطريقة، لكن من قال الله تعالى جسم كالأجسام
الله لو قاله إنسان الله تعالى جسم كالأجسام فهذا يلزمه الاحتياج مباشرة، يلزمه الحدوث مباشرة، لأنه كالأجسام يقول، يعني هو جسم كالأجسام وأجسامنا محتاجة، أجسامنا حادثة، فيلزمه مباشرة فيكون كفر مباشر لأنه لزوم قريب. هذه مسألة اللزوم. ضروري، ضروري بديهي يعني أخص من ذلك، أما الضروري نعم ما لا يحتاج إلى مقدمة. لا ولكن ليس هذه الضرورة، يعني الضروري والنظري لا يختلف بالسرعة والبطء. يعني الآن الواحد نصف الاثنين، ضروري أو نظري؟ ضروري. لماذا ضروري؟ لأنك لا تحتاج أن تأتي بمعلومة أو مقدمة أو واسطة من الخارج، يكفي أن تفهم معاني الكلمات فقط، يعني نسميها أطراف القضية، يكفي أن تفهم يعني أو في المنطقة يكفي أن تتصور أطراف القضية، تتصور ما معنى واحد، ما معنى اثنين، ما معنى نصف. إذا تصورت ذلك صدقتها بدون استدلال. كما قلت واحد ذكي يعني يستطيع يفهم الكلمات بسرعة، واحد ليس ذكي كثيرا يحتاج وقت حتى يفهم الكلمات، ما معنى واحد، ما معنى نصف، ما معنى اثنين. أهل اللغة يستطيعون يفهمونها أسرع من غير أهل اللغة. يعني إذا تتكلم بالعربية أكيد الإنسان الذي يعرف العربية يعني بالولادة سيقبلها مباشرة، الذي تعلم العربية متأخرا سيأخذ ثانية ثانيتين عقله يقول نعم. فهذا يبقى ضروري، السرعة والبطء هذا يعني له أسباب أخرى، نعم. ليس يعني لا يؤثر على الضروري. لكن لو قلنا مثلا الواحد نصف سدس الاثني عشر، الواحد نصف سدس الاثني عشر، أنت تفهم معنى واحد، تفهم معنى نصف، واحد نصف سدس واثنى عشر، أنت تفهم الكلمات لكن لا يكفي هذا. أنا أفهم الكلمات هذه أيضا لا يكفي، يجب أن مقدم ما هو سدس الاثنى عشر. أولا نخرج هذا لوحده، كم هو سدس الاثنى عشر؟ اثنين. الواحد نصف الاثنين صح، احتجنا مقدمة. الآن لو قلت لك الواحد خمس ربع ثمن تسع المئة وخمسين، مثال من الخيال طبعا هذا، لكن الكلمات مفهومة أظن لكم جميعا. الواحد خمس يعني واحد على خمسة، ثمن واحد على ثمانية، ربع واحد على أربعة، تسع واحد على تسعة، المئة وخمسين. ولكن فهمت الكلمات، لكن هل هو صحيح أو لا؟ يجب أن أحسب كل واحدة لحالها. يعني أولا أبدأ المئة وخمسين، كم التسع منها؟ نخرج رقم. ثم قال لي الثمن، هذا الرقم كم الثمن منه؟ نخرج رقم. هذا الرقم كم الربع منه؟ نخرج رقم. وهذا الرقم مثلا كم الثلث منه؟ نخرج الرقم ونسأل هل هو نصف الواحد نصفه أو لا. تحتاج وسائط. هذا الفرق بين الضروري والنظري. حسب هذه الوسائط حتى وإن كان. نعم. سار كل. نعم. لكن بسرعة. مشى عقله عليها بسرعة. لكن العقل لابد يمشي على هذا. نعم. فأحياناً هناك علوم ضرورية تأخذ وقت، لأن كلماتها خفية. هناك ممكن علوم نظرية لكن أخذها بسرعة لأني متعود عليها. يعني لا تكون ضرورية، تبقى نظرية ولكن يكون سريع الوصول إليها.
على مذهب أهل السنة إنه الله كتب له 30 وفلان قتله على 30. نعم، لكن لماذا الله كتب له 30؟ نعم، لأنه بعلمه يعلم أنه سيقتله على 30، فقال أنت تريد تقتله على 30، أنا أريد أن يموت على 30. نعم، فيعني إرادة الله موافقة لعلمه بما أردنا نحن. طيب، وقالت المعتزلة إنه غير ميت بأجله، المقتول لا يموت في وقت أجله، وله أجل آخر، لأنه لو مات بأجله لما وجب القصاص أو الدية على قاتله. يعني حتى المعتزلة أحيانا يقولون أنه لو كان المقتول يموت بأجله إذن القاتل الأصل لا يعاقب لا بالقصاص ولا بالدية، بل الأصل يشكر لأنه حقق قدر الله، والله كتب له 30 والقاتل ماذا فعل؟ حقق في العالم ما قدره الله، ما كتبه الله. طبعا نقول هذه شبهة باطلة. نعم، الآن سيأتي. يقول قلنا إنما وجب عليه القصاص لأنه اكتسب فعلا أجر الله العادة بانزهاق الروح عقيبه ليس عقيبه، فيجازى بمثله. هذا أول دليل. ولأنه هتك نهي الله تعالى وارتكب المنهي عنه فجاز أن يؤاخذ به، والله الموفق. يعني كما قلنا، إذا كان الله قد كتب لهذا الإنسان 30 وجاء القاتل قتله على 30، فالمعتزلة قالوا لماذا يعاقب إذن؟ هو حقق قدر الله، نفذ أنجز قدر الله كما شرحنا. نقول نعم، ولكن أصلاً هو الله قدر ذلك بناء على علمه بفعلك، فيعني فعلك هو رأس القضية. من هنا نبدأ، أنت الذي ستختار ذلك، الله يعلم من الأزل فكتب ذلك من الأزل. هذا يعني جواب. جواب ثاني، أنه كما قال المؤلف إن الله تعالى قد كتب له 30، والله الذي خلق له الموت على 30، ولكن كما قلنا أنه الله رتب أجر العادة بأنك لو أجريت السيف على عنقه الله يخلق الموت، فلست أنت الذي تميت، الله الذي يميت، يحيي ويميت. لكن أجر الله العادة بأنك إذا أجريت السيف على العنق أن يخلق الموت، فأنت يعني كما قلنا في بداية الدرس أنت تحاسب لأنك استجلبت هذا الفعل من الله، أنت يعني طلبت أن يجلب إلى العالم. نعم، يعني في عصا مثلا الرصاصة، نقول أجر الله العادة بأن الرصاصة إذا اخترقت القلب مثلا أن يخلق الله الموت، الله الذي خلق الموت ليس من أطلق الرصاصة، لكن من أطلق الرصاصة هو استجلب فعل الله الذي هو الإماتة، أن يميت فلان. نعم، فهو يحاسب على كسبه، أنت اكتسبت فعلا أجر الله العادة أن يخلق بعده موتا في المقتول، فأنت تحاسب على ذلك. طيب، يقول هذه المسألة من قبيل مسألة خلق الأفعال كما شرحنا. طيب، ننتقل بعدها، فصل في الأرزاق. يقول الحرام رزق عند أهل السنة، هذا أيضا يعني فيها خلاف بين أهل السنة والمعتزلة، هل الحرام رزق أو ليس رزقا؟ عند أهل السنة الله يرزق الحلال ويرزق الحرام، الحلال رزق من الله والحرام رزق من الله. عند المعتزل يقولون لا، الله يرزق الحلال فقط. نفس الشبهة عندهم، لو هو يرزقني الحرام إذن لماذا يحاسبني عليه؟ ونحن نفس المنطق الجواب،
نقول هو يرزقك الحرام بناء على اختيارك، أنت اخترت هذا الطريق فهو أعطاك. فيعني كلها نفس المسائل، كلها يعني كلها من نفس الأصل تبدأ. هنا في الرزق عندنا خلاف آخر معهم غير مسألة الحلال والحرام، وهي مفهوم الرزق، معنى الرزق كما سيأتي الآن. يقول الحرام رزق عند أهل السنة لأن الرزق في اللغة يقع على الغذاء ويقع على القوت المقدر ويقع على الملك أيضا. الرزق في اللغة له ثلاث معاني: الغذاء يعني ما تتغذى به، يعني ما تستهلكه في جسمك وجسمك يستفيد منه، نعم، ما تستهلكه في جسمك وجسمك يأخذه يستهلكه يستفيد منه. ليس أقصد الفائدة يعني أنه يعني يقوى، ليس شرط، ولكن يستفيد معنا يعني يأخذه يأكله، يعني يدخل إلى الدم إلى أجزاء جسمك، هذا الذي أقصده. هذا هو الغذاء المعنى الأول. المعنى الثاني، هذا أضيق معنى للرزق، المعنى الثاني أوسع، وهو القوت المقدر. القوت يعني أيضا مثل الطعام، لكن الذي أقدره أنه أنا في هذا الشتاء مثلا أنا أحتاج في بيتي مثلا 20 كيلو قمح. قديما، الآن في عصرنا الأمر مختلف لأنه صار هناك الماركت وهكذا، لكن تعرفون قديما كانوا مثلا قبل الشتاء يضعون في بيوتهم طعام يكفيهم طول الشتاء، في أول الصيف مثلا يضع طعام وهكذا. فهذا القوت المقدر، يعني أنا أقدر أنه نحن نحتاج في البيت 20 كيلو قمح، فآتي ب20 كيلو قمح في بيتي، ربما أتغذى بها كاملة، ربما يزيد. إذن هذا أوسع من الغذاء، نعم، القوت المقدر أوسع من الغذاء، الذي تتغذى به أقل، الذي تقدره أكثر. المعنى الثالث الملك، ما تملكه. ربما أنت تملك أشياء ويعني لا تتغذى بها ولا يعني تخزنها حتى تتغذى بها، تقول هذه أنا أضعها للفقراء، هذه أضعها للحيوانات يأكلون منها، هذه أضعها للطيور. يعني إنسان عنده قمح كثير جدا يقول 50 كيلو لي، 10 كيلو هذه نضعها في الشتاء في الجبال من أجل الطيور تأكل منها، مثلا 20 كيلو فلان عنده دجاج جارنا نرسلها إليه. هذا ملك، إذن هذا أوسع أيضا من القوت المقدر. طبعا هذا المعنى لغة، الثلاثة معنى الرزق لغة، أما الرزق شرعا سيأتي معنا بعد قليل، لكن هذا لغة نتكلم، نناقشهم في اللغة أولا المعتزلة. فيقول والغذاء والقوت قد يكون حلالا وقد يكون حراما. نعم، الغذاء والقوت والملك حتى قد يكون حلالا وقد يكون حراما. الملك سيأتي معي بعد قليل تفصيل فيه قليلا، لكن هو يناقشهم بهذا كما قلت، أنه إذا أنتم فسرتم الرزق بمعنى الغذاء فالإنسان يتغذى جسمه بالحلال والحرام، إذا فسرتموه بالقوت المقدر الإنسان ممكن يقدر في بيته 50 كيلو قمح مثلا وتكون من حرام، أتى بها من حرام ليس من حلال. إذن لماذا خصصتم الرزق بالحلال فقط؟ طبعا المعتزلة يرون أن الرزق هو الملك، المعنى الثالث الرزق هو ما يملكه الإنسان، نعم، والملك لا يكون الحرام لا يكون ملكا، وإن كان في الظاهر ملك لكن في الحقيقة في الباطن ليس ملكا. يعني لو أنت سرقت مالا هذا المال صار ملكك في الدولة، يعني في حسابك في البنك، نعم، ففي القانون هو ملك لك، لكن حقيقة في حقيقة الأمر يعني في الباطن وليس ملكا لك، هو ملك لصاحبه. لو هناك أرض غصبتها غصبا، نعم، يعني أرض ميراث، جاء مثلا أحد الورثة اغتصبها
وذهب إلى الدولة أخذها باسمه هو، يعني أخرج شهود إنه مثلا المورث قد أو يعني قد وهبه إياها قبل 10 سنوات، وأتى بشهود وأوراق وكذا، كذب. فالأرض لجميع الورثة لكن أخذها واحد وسجلت في الدولة باسمه، فهي ملك له في الظاهر، لكن في الباطن في الحقيقة هي ملك للجميع. لذلك المعتزلة يقولون الرزق هو الملك، والملك الحرام ليس ملك حقيقة، وإن كان ملكا في الظاهر لكن ليس ملك حقيقة. فيعني بهذا يخرجون، لكن الآن سنناقشهم بالدليل الثاني. يقول ولأن نرى بعض الأشخاص لا يأكلون مدة عمرهم إلا الحرام، ومن المحال أنه خرج من الدنيا ولم يأكل رزق الله تعالى ولم يكن الله رازقه. وأي قول أقبح من قول من يقول إنه خرج من الدنيا ولم يأكل رزق الله تعالى؟ يعني نناقشهم الآن. أنتم تقولون الحرام ليس رزقا، طيب نفرض وجود إنسان من أول يوم في حياته، يعني وهو في بطن أمه نفخت فيه الروح، هذا أول يعني حياة هذا العبد، إلى موته وهو يأكل الحرام في العالم. يعني بعض الناس وهو في بطن أمه، أمه تأكل الحرام، نعم، ثم هو يولد يبقى يأكل الحرام، ثم عندما يصبح كبيرا بالغا أيضا يعني يعمل في عمل والده كله حرام، كمن يتاجر مثلا في الخمر، كمن يعمل في الربا وهكذا. فهذا على مذهب المعتزلة كله حرام، فإذا لم يرزقه الله تعالى أبدا. لكن هذا مخالف للنصوص، إنه الله يعني كتب الأرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. النصوص كثيرة أن كل عبد يأكل رزقه من الله. لذلك نحن نختار يعني من المعاني الثلاثة اللغوية الغذاء، لأن أيضا يعني مشكلة الرزق أنه هو الملك عند المعتزلة، هذه فيها مشكلة أخرى أيضا، وهي أن يأكل الإنسان من غير رزقه، وأن يكون الإنسان له رزق لا يأكله. يعني المعتزلة يقولون الرزق هو الملك، ناقشناهم أول مشكلة أنه من أكل الحرام دائما فهذا ليس مرزوقا من الله عندكم، وهذا قبيح. مشكلة أخرى أنه طيب أنا أملك 100 ليرة، ما عندي غيرها، فقط 100 ليرة، نعم، فجاء واشتريت بها طعام ووضعت الطعام أمامي، نعم، مثلا قطعة لحم الطعام، ووضعت الطعام أمامي، وقبل أن آكل جاء لص وسرق الطعام وأكله، فهذا عند المعتزلة رزقي لأنه ملكي، نعم، وأنا لم آكل رزقي وأكله غيري، فيلزم على مذهب المعتزلة أن يأكل هذا الإنسان الثاني رزق غيره، رزقي أنا، طبعا أنا ما أكلت رزقي. فجاء صديقي بجانبي قال خذ كل معي، ما دام رزقك ذهب كل معي، فأنا أكلت ما ليس يعني من رزقي، وذاك أكل ما ليس من رزقي، أنا لي رزق لم آكله، لي رزق كان أمامي لم آكله، وذاك الآخر أكل من رزقي. فيلزم على هذا مشكلة كبيرة، يعني هذا مخالف للنصوص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن روح القدس نفث في روعي، يعني في ألقى في نفسي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. لا يمكن تموت نفس إلا إذا استوفت وفاء يعني 100% رزقها كاملا. طيب كيف على مذهب المعتزلة؟ أنت لا تأكل رزقك أحيانا، غيرك يأكل رزقك، كيف إذن أنا أستوفي رزقي؟ هذا رزقي أكله فلان، كيف سأستوفي قبل الموت؟ نعم مشكلة. هم يريدون نفس الفكرة، أنه إذا قالوا أن الرزق هو يعني ما تأكله أنت، ما تتغذى به، أنه قد يكون حرام، فكيف يحاسبك الله عليه؟ نعم، إنه هو يعني رزقك ذلك
ويحاسبك عليه. هم لا يريدون يخرجون من هذه القضية، فقالوا الرزق والملك. نعم، والملك عندهم فعل العبد، وفعل العبد مخلوق لهم. نعم، لا هذا شيء آخر، يعني كيف ملك، يعني من أين، كما في الحديث من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني أنت لا تحاسب على الرقم، تحاسب من أين جئت به وأين ذهبت به. طيب، وقالت المعتزلة الحرام ليس برزق، وإنما قالوا ذلك لأنهم حملوا الرزق على الملك لا غيرهم، ويجوز عندهم أن يأكل الإنسان رزق غيره وغيره يأكل رزقه، لأنه من الجائز أن يأكل الإنسان ملك غيره وغيره يأكل ملكه. وهذا يحصل في الحياة كل يوم تقريبا، يأتي ضيف إلى البيت يأكل من ملكي، نعم، وأنا أكل من ملكه، لكن لا نستطيع أن نقول أكل من رزقي وأكلت من رزقه. لذلك نحن أهل السنة نقول الرزق هو الغذاء، يعني ما تستهلكه في جسمك. يعني لو أنا مضعت أمامي طبق من الطعام وأكلت أكلت أكلت أكلت، بقي فتات، يعني ما يبقى من الخبز، هذه الذرات الصغيرة، هذا الفتات بقي في الصحن، هذا لم يعني أتغذى به جسمي، فهذا ليس من رزقي. جاء عصفور مثلا صار يأكل هذا الفتات، هو رزق له. نعم، أو جاء رجل فقير يعني بقي في الصحن أشياء جمعها وأكلها، هذا رزق له. وهل نقول أكل من رزقي؟ لا، يعني رزقك ما تتغذى به، يعني ما يدخل إلى جسمك وتستهلكه، تستهلكه يعني تهلكه، يعني تعدمه، يعني تقريبا يعني يصبح جزءا منك، هذا هو رزقك. أما ما يبقى لغيرك حتى لو كان من ملكك، لو كان من القوت المقدر، هذا ليس رزقا لك. الرزق هو يعني الغذاء الذي يستهلكه العبد. لا، يعني الرزق يعني خاص بالطعام والشراب عند أهل السنة. يعني نحن في شرح العقائد نتكلم في بعض التفاصيل الأخرى، يعني هل اللباس رزق، هل التلفون رزق، كذا، نتكلم في هذا في يعني مراحل أخرى، لكن الآن يعني نثبت هذه المعلومة. الرزق هو الغذاء، يعني كما قلت، يعني لو أنا آكل من الطبق كل الطعام يبقى قطعة خبز، هذه القطعة ما تغذيت بها، أنا أملكها، أنا اشتريتها بمالي، أنا أملكها، أنا حملتها من المخبز إلى البيت وضعتها في الطبق كذا كذا، لكن لم أتغذى بها، إذن ليست رزقي. نعم، رزق من لا أدري، ربما يأتي طفل يأكلها، ربما يأتي حيوان يأكلها كذا، لا ندري، هذا الرزق عند أهل السنة. بناء على ذلك الآن، هل يمكن لإنسان يأكل رزق إنسان؟ لا يمكن، عقلا لا يمكن، لأنه أنت إذا أكلته يعني صار جزءا منك، فكيف يأكله إنسان آخر؟ نعم، نعم، لا، يعني هنا بالمعنى اللغوي، نعم، هو ذكر في المعنى اللغوي ثلاث معاني. نعم، نعم، إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، يعني يأخذه وافيا كاملا، يعني لا، يعني هذا لا يؤثر، يعني إذا تأكل أكثر فيكون مكتوب لك رزق أكثر.
هذا من رزق فلان لغة إذا، يعني من ملكه، لكن ليس من رزقه كما في المصطلح، لأنه رزقك الذي تأكله قبل أن تأكله ليس رزقا لك، هو ملك مثلا. طيب، وقلنا لا وجه إلى حمله على الملك لا غير، لأن من الأشخاص الحيوانية ما ليس بأهل للملك كالدواب ونحوها. هذا أيضا مشكلة أخرى في مذهب المعتزلة، أن الحيوان لا يملك لا بالحلال ولا بالحرام، لا يملك، ليس له أهلية الملك. نعم، فعلى مذهبكم إذا الرزق هو الملك، إذن الله لم يرزق الحيوان، مع أن الله يقول، قال ولا شك أن لها رزقا عند الله، فمن حمل الرزق على الملك لا غير فقد ضيع قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طيب الرزق عندكم الملك، كيف الدواب تملك؟ لا يفهم هذا. قال وبالله العصمة عن إهدار شيء من كلام الله تعالى، والدواب لا يوصف بالملك. وكان المراد منه، ليس وكأن، مكتوب في الكتاب وكأن خطأ، وكان المراد منه، يعني المراد من هذا النص وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يقول وكان المراد منه ما يحصل له به، ما يحصل لها للدواب به بسببه الاغتذاء. نعم، يعني هل الدواب تتغذى، يعني تأكل شيئا فتستهلكه في جسمها؟ نعم، إذن هذا رزقه. قال فكان الغذاء رزقا، لأن الله تعالى مغذينا، أي يخلق التغذي والنمو في أبداننا، وهو تعالى بخلقه متفرد به لا صنع للعبد فيه. ومن المحال إطلاق اسم الرزق على الملك خاصة دون الغذاء، بل هو يقع عليهما جميعا لما تقدم من البيان. وهذه المسألة من قبيل ما تقدم أيضا، يعني كلها من مسائل أفعال العباد، من مسائل التي سميناها التعديل والتجوير، كلها يعني مبنية على هذا، لأن عندهم يقدر العبد على أن يأكل ما جعله الله رزقا لغيره ويمنعه من إيصال رزقه إليه، وعندنا لا يقدر. عند المعتزلة العبد يقدر أن يأكل من رزق غيره، يعني من ملك غيره، عندنا لا يقدر. عند المعتزلة العبد يقدر أن يمنع إنسان من الوصول إلى رزقه، نعم، إنه هذا ملك لك لكن أنا أمنعك لا تستطيع تصل إليه، هذا عند المعتزلة منطقي، عندنا لا يمكن، لأنه رزقك هو غذاؤك، فكيف أنا أمنعك من غذائك؟ يعني قبل أن تتغذى به أنا كيف أعرف هو غذاؤك؟ هو ملكك صح، يعني هنا طعام ملك لك أنا أمنعك منه، لكن أنا ما منعتك من رزقك، لأنه متى هو رزق لك؟ عندما تتغذى به يصبح رزق لك. هو ملكك فأنا أمنعك عنه، جاءت قطة أكلته فهو رزق للقطة لأنه غذاء للقطة، إذن أنا ما منعتك من رزقك، منعتك من رزق القطة، من ملكك نعم صحيح. فكما قلنا إذن يعني الرزق في اللغة يطلق على الملك ويطلق على الغذاء، نعم، كما قال مثلا ومما رزقناهم ينفقون، يعني ينفقون مما ملكناهم، جعلناهم يملكون فهم ينفقون. تقول مثلا الله رزقني يعني بيت جديد، الله رزقني سيارة، الله رزقني كذا، هذا ملك، هذا بالمعنى اللغوي، حتى يعني أحيانا يعني هذا المعنى اللغوي، حتى مجازا نحن نتوسع في هذا المعنى اللغوي، يعني مثلا يقولون أحيانا العلم رزق، نعم، يعني أنه الله رزقك هذا العلم، طب هذا ليس ملك أيضا، هذا مجاز، مثلا يقولون الزوجة رزق، نعم، الزوجة بالنسبة لزوجها رزق من الله، والعكس كذلك، الزوج بالنسبة لزوجته رزق من الله، هذا أيضا مجازا، يعني لا هو ملك ولا هو غذاء، وإنما هو معنى أوسع من ذلك، هنا بمعنى القدر تقريبا، نعم قدر، يعني الله قدر ذلك،
يعني لأن الرزق مقدر فصار الناس يستعملون كلمة رزق في كل مقدر. نعم، هذا يعني المعاني المجازية التي نستعملها في حياتنا، المعاني اللغوية أيضا، لكن كما قلت عندما نتكلم هنا في الحقائق الشرعية يعني كمصطلح شرعي، ما هو الرزق؟ هو ما أرسله الله إليك من الغذاء، من ملكك أو ليس من ملكك، حلال أو حرام، المهم أنه أنت تغذيت به، هذا هو رزقك. فإن كان حلالاً تثاب عليه، إن كان حراماً تعاقب عليه. لا، غذاء كما قلنا، رزق بمعنى الملك كما شرحت. لا، لأنك لا تستهلكه. ونتكلم هذا في شرح العقائد، يأتي معنا له تفصيل قليل. ماذا كنت أقول؟ فلماذا طيب حددنا المصطلح الشرعي بهذا المعنى؟ إنه الرزق هو الغذاء خاصة، كما قلنا حتى نحل هذه المشاكل، إنه لا يوجد نفس تموت حتى تأكل رزقها، هذا لا نستطيع أن نحله إلا بهذه الطريقة، إنه حتى تأكل غذاءها. نعم، يعني لو كان مكتوب لك قطرة ماء مكتوبة، وحاول أهل الأرض جميعا أن يقتلوك لا يستطيعوا قتلك حتى تأخذ هذه القطرة إذا مكتوبة لك، ما دام هي رزق مقدر، هناك قطرة ماء مكتوب في اللوح المحفوظ هي من رزقي، لو اجتمع أهل الأرض أن يقتلوني لا أقتل، حتى آخذ هذه القطرة عندها ممكن يقتلوني. نعم، وهذا ما ورد في النصوص كثيرة. نعم، لو أن ماذا في حديث يا غلام، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ماذا أولها؟ نعم، هذه الجملة فقط، ما أولها؟ لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قبل يعني لو أن أهل الأرض، لو أن ماذا، هناك جملة يعني ذهبت. نعم، لا أعرف هذا، ولكن لو كان يعني يؤول كما قلنا في مسألة الزيادة والنقصان وهكذا. طيب، يقول فصل في أن المعاصي بإرادة الله ومشيئته، في الدرس القادم نتكلم في هذا ومسألة الأصلح أيضا. ممكن أنتقل إلى القضاء والقدر في صفحة 113، مسألة المعاصي تبقى نرجع إليها، مسألة القضاء والقدر في صفحة 113-114. نعم، تقرؤونها لكن أنا الذي يهمني يعني أعطيكم شيء وأنتم اقرأوا ما في الكتاب. القضاء والقدر فيه اختلاف اصطلاح فقط بين الأشاعرة والماتريدية. نعم، فالماتريدية يعني أحدهما، القضاء والقدر أحدهما هو إرادة الله للأشياء كيف تكون، يعني الله رتب الأشياء بإرادته، فلان في زمن كذا، فلان في كذا، فلان يموت، فلان يعيش، فلان يمرض، فلان لا يمرض، كذا رتب الله الحوادث في العالم من الأزل بإرادته، هذا معنى إرادة. المعنى يعني الأمر الآخر هو أن يخلق الله هذه الأشياء في العالم، يخرجها إلى الوجود موافقة لإرادته. اتفق الأشاعرة والماتريدية هذا القضاء والقدر، إرادة الله ثم أن يخلق الله هذه الأشياء موافقة لإرادته. لكن أيهما القضاء وأيهما القدر؟ عند الماتريدية إرادة الله للأشياء كيف تكون، يرتبها ينظمها بإرادته، هذا هو القدر،
أن يخلق الله الأشياء في العالم موافق لإرادته، هذا هو القضاء. يعني القدر والقضاء كأننا نقول، إذا نريد نرتب، هي الواو في اللغة لا تفيد الترتيب، فكأننا نقول القدر والقضاء، القدر في الأزل، القضاء يعني التنفيذ، إنجاز، خلق للمقدر. فقدر الله كذا وكذا وكذا، بمعنى أراد هذه الأشياء في أوقاتها، ثم نقول قضى الله هذه الأشياء، يعني قضاها بمعنى فعلها، أنجزها يعني. وهل هذا المعنى يعني موافق للغة؟ نعم، لأنه قدر في اللغة من التقدير، والتقدير هو يعني وضع كل شيء في مكانه يعني بالإرادة، يعني أنت تقدر هذا الشيء هنا مناسب، هذا بعده، هذا قبله، فقدر من التقدير بهذا المعنى، جيد. قضى بمعنى أنجز فعله، كما قال الله تعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ثم قال: فإذا قضيت الصلاة، يعني وقعت، فعلت، انتهت، تمت. نعم. فمثلا أيضا في آية أخرى قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فليس هذه فسواهن سبع سماوات، صح؟ أما في آية أخرى قال: فقضاهن سبع سماوات. نعم. فقضاهن سبع سماوات، يعني خلقهن سبع سماوات. فهذا المعنى موافق للغة وللنصوص أيضا، أنه الله قدر ثم قضى، قدر يعني أراد، ثم قضى يعني خلق، أنجز حسب، موافقا لإرادته. الأشاعرة بالعكس يقولون قضاء هو الإرادة، ثم القدر هو إخراج الأشياء إلى الوجود موافقة للقضاء، موافق للإرادة. يعني عند الأشاعرة قضى ثم قدر، قضى هنا. طيب هل هذا أيضا موافق للغة وللنصوص؟ نعم، يعني له وجه. قضى هنا بمعنى حكم، كما نقول مثلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا، يعني حكم بذلك. فالله قضى الأشياء بمعنى حكم، أنه هذا أولا، هذا ثانيا، هذا يعيش أكثر، هذا يموت، هذا يمرض، هذا لا يمرض. قضى الله يعني حكم بهذه الأحكام، ثم يعني قدر ذلك هنا ليس من التقدير وإنما من الإقدار، يعني من القدرة، يعني خلقها بقدرته. نعم، يعني قدر على ذلك بقدرته، يعني خلق بقدرته، وقعت تحت القدرة. فإذا لا يوجد خلاف في المعنى، وإنما الخلاف في الاصطلاح، أنه هل يعني متفقين أنه هناك أمران، أمر في الأزل وأمر الآن. في الأزل هو الإرادة، الآن هو الخلق، متفقين، التنجيز. نعم. لكن الذي الإرادة ماذا نسمي؟ نحن سميناه قدر، الأشاعرة سموه قضاء، وكل واحد له وجه من اللغة ومن النصوص. والآن الله يخلق ماذا يعني أراد موافقا لإرادته، هذا نحن سميناه قضاء، يعني إنجاز ماذا قدر، هم سموه قدر، يعني من القدرة، يعني أن الله بقدرته قدر على ذلك، يعني خلق ذلك. نعم، الآية هنا موجودة: فقضاهن سبع سماوات. نعم. نعم، هذا: واعلم أن الأمة، أنا هذه التي كنت أبحث عنها، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. واعلم أن الأمة، يعني الجميع الناس. طيب، في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن مسألة أن المعاصي بإرادة الله ومشيئته. نعم، ونتكلم عن مسألة الأصلح أيضا، وإذا بقي وقت ندخل في عذاب القبر أيضا.
طيب والحمد لله رب العالمين. نعم. نحن كم درس بقي عندنا؟ لماذا درس واحد؟ نحن قلنا أول أسبوع من رمضان عندنا درس. بقي درسين. لكن أظن نحتاج ثلاثة حسب ما بقي في الكتاب. يعني مسألة الإيمان تحتاج درس، وقبلها مسألة الوعيد وعذاب القبر درس، والآن الأصلح والمعاصي، يعني نحتاج ثلاثة. لكن ممكن ننتهي بدرسين، لكن مثلا نزيد في كل درس مثلا 20 دقيقة أو شيء مثل هذا.